لما تلاقي نجوم السما مليانة إيمان، وما تلاقي الخير والحب في كل مكان، وما تلاقي هلال نور في السما فرحان، يبقى بعود أرجوك لينا يا رمضان. تعالي يا بنتي شيلي معايا. ازيك يا ام صلاح، عامله ايه؟ ازيك يا اختي، اخبارك ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا بنتي، تعالي يا بنتي شيلي معايا. ايه ده ايه اللي انت شايلاه ده كله؟ ده فضل خيرك، حاجات شهر رمضان. طب وليه كده؟ ليه ده كله كله يا بنتي؟ ده ولا حاجه، ده انا لسه ما جبتش حاجه. كل ده ولسه ما جبتش حاجه؟ امسكي بس لفتين السكر دول، تقيله قوي. بس كل ده ليه؟ عشان رمضان. انت مش عارفه ان رمضان يا بنت بيبقى كده؟ ده انا شايله شيء وشويات. يا ستي ده انت ما فيش حد في البيت عندك غيرك انت وصلاح وابو صلاح. برضه هي الفكره مش في صلاح، الفكره ان الحاجات دي لازم تيجي. بصي يا ستي انا هحكيلك. احكي لي يا ستي. انا عامله حسابي عشان هجيب حاجات ب 3000 جنيه. ايه 3000 جنيه؟ ايوه 3000 جنيه. وبعدين يا ستي دي اللي انا عامله بيهم الجمعيه. المهم رحت يا اختي السوبر ماركت، وبص الجمعيه اللي فتحت جديد دي رهيبه يا بنت، روحي شوفي هتلاقي حاجات فظيعه. ما انا اخدت فلوس من ابو احمد، اخدت منه 300 جنيه عشان اروح اشتري الحاجات. 300 جنيه ايه ده؟ ما يجيبش حق لفتين السكر. المهم رحت يا ستي جبت السكر والزيت والرز والمكرونة، وبص ايشي مكسرات وايشي زبيب وايشي ولا اللب والفول في رمضان قدام التمثيلية، ما اقولكيش حاجة كده. وليه ده كله يا بنتي؟ تعالي تعالي اقعدي كده اسمعيني بس. رمضان ده عشان خاطر الواحد يتعبد فيه، عشان خاطر الواحد يصوم ويعبد ربنا. طبعا طبعا يا بنتي، ما عشان كده انا جبت قبل رمضان. حاكم الواحدة بعد ما بتفطر المغرب ما بتتحركش بعدها بيومين. يا ستي شهر رمضان مش عشان الاكل، شهر رمضان عشان الواحد يذكر ربنا يبقى قريب منه. يا حبيبتي ده هو بيقولك صوموا تصحوا، يعني كلوا. والواحد 16 ساعة ما بياكلش، عايزاه يعمل ايه غير ياكل؟ اسكتي بس. المهم في السوبر ماركت بقى خلصت المكسرات وجبت كل انواع المكسرات، دخلت قسم المجمدات. يا نهار ابيض، عملت ايه بقى هناك؟ قلت للراجل اديني من كل نوع 5 حاجات. 5 حاجات يا ستي؟ دي حاجه واحده تكفي؟ رمضان شهر عباده، ما ينفعش انزل تاني. المهم قلت بقى ايه، اول ما خلاص خلصت السوبر ماركت ضربت كده وبصيت لقيت بتاع فاكهة. يا لهوي، انتي رايحة فين ولا فين كل ده؟ رحت يا اختي. المهم صح ما قلتلكش في السوبر ماركت خلصت ايه 3000 جنيه هناك. يا لهوي، رحت عند بتاع الفاكهة، انت عارفاه الواد شاد اللي على اول الناصية. عارفاه، جبت منه كيلو برتقال. كيلو برتقال ده انا ما كلهوش قدام تمثيلية. رحت يا اختي جبته، جبت بقى عدي بس ما تحسدنيش. عيني عليك يا ابو صلاح، قولي يا اختي. جبت برتقان على يوسفي على مانجا، حاكم احنا في رمضان مانجا وبس. طب ليه مانجا؟ ليه الاسراف؟ ما هو ماله عصير الليمون. الليمون يا حبيبتي بنحطه على السلطه والفول بس. ورحت بقى ايه خلصت بتاع الفاكهه والخضار ورحت جبت كل اللي نفسي فيه، بضرب بعيني تاني. يا لهوي، وقلت له يبقى لك يا شادي. بضرب بعيني يا اختي لقيت عطار. عطار
مالك بيه ده؟ الواد حربي اللي على اول الشارع. عارفاه، رحت جبته منه، رحت جبت منه بخور. بخور يا حاجه؟ هو انا قلت لك راح اعمل زار؟ ده انا رحت بقى ايش، زبيب على جوز هند على مكسرات على خروب على ما اقولك، جبت من صابيه والصوبيه ما اقولكيش في رمضان، والتمر والحاجات الحلوه دي، وشويه حاجات بقى عشان الكيك والبسبوس والكنافه. كل سنه وانت طيبه يا حاجه. هو انت عندك السكر؟ طبعا عندك السكر وبتاكلي الحاجات دي. يا حبيبتي صوموا وتصحوا، الصيام بيضيع كل حاجه. بعدين سيبك انت، المهم طلعت من الموضوع ده ب5000 جنيه. يا لهوي، 5000 جنيه؟ طلع لي يا اختي ورقه في الاخر بيقول لي، قال اكتبي لي تمن الحاجات اللي انت خدتيها، وانت عارفاني ما بعرفش اقرا. رحت بصمت. بصمتي؟ بصمتي على الورقه دي؟ بصمت على الورقه علشان ايه؟ يضمن حقه ان هجيب له الفلوس. فاكرني هاكلها على ابن اللذينه. تقصدي واصله امانه يا اختي؟ انا عارفه. المهم، المهم انا خلاص، ادخلي بقى دخلي معايا الحاجه. كل الحاجات دي، ده انا 300 جنيه جبت كل حاجه، كل حاجه عايزها ابو احمد واحمد وكل طلبات البيت. 5000 جنيه يا مفتريه. نوره يا ابو صلاح. الله يعافيك يا حاج جمعه. المهم يا اختي، ما يكونش نفسك في حاجه اجيبها لك؟ لا يا اختي الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله، 5 و5 في عين العدو. اللهم لا حسد، انا معايا اللي يكفينا انا وولادي وبابا الولاد. ازيك يا ابو احمد، عامل ايه؟ حضرتك يا حاج جمعه، اخبارك ايه؟ الحاجات دي كلها يا حاج، ايه ده كل ده؟ بعيد عنك حاجات ام صلاح. فضلت خيرك يا اخويا، اخبار البيت ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. بس قولي لي بس، ايه الحاجات دي؟ حاجات حاجات ايه يا باشا؟ قليله قوي عليكم انتوا، يعني انتي وصلاح وابو صلاح، يعني دي حاجات قليله، مش يعني شايفه الناس تكون ماليه. عندي نص كيلو برتقال وكيلو وكيلو زبيب بس، يعني انا وواد عمي وابن خالي كده كتير يعني. لكن انتي يعني جايبه حاجات قليله الصراحه، مش هتكفي. هتكفيكم؟ العمر السكه اللي وقعت فيها دي يا اخويا. يا ستي يا 2 جنيه لا ممكن هيكفيك انت وانت. وانت جبتي ايه يا ام احمد؟ انا جبت طلبات يا اخويا ب 300 جنيه بس، كفتني الحمد لله. مبذره مبذره، حرام عليك. ايه ده كله؟ اعمل ايه بقى، انت عارف طلبات رمضان بتبقى كتير قوي. خليكي زي ام صلاح كده، يعني واحده موفره وتعرف تصرف. لكن انت 300 جنيه 300 جنيه يا شيخ، انا عن نفسي صارف 50 جنيه. ربنا يبارك لك يا رب في فلوسك وفي حاجتك اللي انت جايبها ويهديك يا ام صلاح. اشيل معاك يا ام صلاح حاجه؟ شكرا يا اخوي. والكل اتجمعوا تراويحك يركعوا، في المغرب يفطروا على الاذان. رمضان خلص والحاجه باظت. العيد انا نسينا وجدتي، وجاي العيد عايز اجيب بسكوت العيد ولبس العيال ولبس المدارس. يا لهوي. ايه ده الاستاذ جمعه؟ اهلا. ازيك يا ام صلاح؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله. بقول لك، في واحد واقف بره بيقول يعني ان هو ضابط، فمش عارف جاي يعمل ايه هنا يعني. ايه جاي ياخد فلوس الكهرباء؟ طب ثواني ده هقول. اتفضل يا باشا اتفضل. حاج جمعه، هو ايه الضابط ده؟ الضابط اللي واقف بره ده جاي مش عارف مين؟ انا جا واحد هنا قال لي في شقه ابو صلاح، مش عارف جاي ليه. خير، اللهم اجعله خير يا ربنا. ربنا يستر يا رب. في شقه ابو صلاح؟ يا باشا. انت مين؟ انت مراته؟ انا الخدامه يا باشا. طب فين ابو صلاح؟ مش موجود يا باشا، راح العمر عقبال عام. طب ابنه صلاح اي حد؟ ابنه في الشغل يا باشا. انت عندك كام سنه؟ 7 يا باشا، انا عايشه من زمان. ابو صلاح ازيك؟ اسكتي يا ولدي. ام صلاح ازيك؟ ام صلاح عامل ايه؟ ازيك يا باشا؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. انت خدت حاجات من اللي اسمه من وسط شادي بتاع الفاكهه؟ مين شادي يا باشا؟ شادي بتاع الفاكهه، هو معاه معانا هو شادي. تعالى تعالى يا باشا. خلاص يا باشا، خدت منه. خدت منه بكام؟ شادي بتاع الورق اللي بصمك عليه. بس يا بنت
خدت منه باشا ب700 جنيه بس انا هديها له. 700 جنيه وريني الوصل يا ابني. خرب بيتك يا شادي، لا ما توعى تشوف قدامك خاطر. 2500 سمية يا اختي. اه انت مسكتي في ال 500 وسبتي ال 2000. الله يخرب بيتك يا شادي. هديهم لي يا باشا. هديهم تمام. ماشي يا عم شادي، هاجي لك يا عم. انا عارف الناس دي، عارف حربي. تعال عايزك يا باشا. انت جايب كل الناس؟ انا جايبهم طبعا. هو فيها يا باشا؟ يا باشا احنا ما ينفعش نقعد نتكلم مع رجاله يا باشا، من الاخر كده. حياتك يا شيخه. طيب ما ينفعش توقف مع رجال. ايوه باشا. طيب صحيح العباره بقى، مش بتكلمي على رجاله؟ طيب تعالى نتفاهم في الاسم. طيب يا باشا عملتش حاجه يا باشا. يا باشا كل سنه طيب يا باشا. بكره العيد. بكره العيد اهو، انا هخليك تعيد هنا. تعالى يا فندم. دي ام صلاح دي ست طيبه قوي. انت مين انت كمان؟ انا جيرانهم. جيران؟ قولي له يا اختي. والله دي ست طيبه يا حضره الضابط، دي ما عملتش حاجه. انت بتتفاعل على الشيكات اللي عليها؟ شيكات؟ ايوه يا بابا احمد جايه. ايوه بقى احمد جايه يا باشا. انا طول عمري بقول ان الحاره دي فيها ناقص اصيل الصراحه. يلا يا باشا يلا. مظلوم يا باشا. انا اسفه يا باشا، مش هعمل كده يا باشا. انا مش هعمل حاجه يا باشا. ودي اخرة الناس اللي بتبذر في رمضان وبتجيب حاجات كتير، وهي اخرتها هي راحت السجن. السلام عليكم. ازيك يا ام احمد؟ ازيك يا ام صلاح؟ الحمد لله على سلامتك. عامله ايه؟ شهرين مرمطة. شهرين مرمطة يا اختي. يا ستي تصدقي ان انتي خسيتي قوي في السجن؟ كانوش بياكلونا. لا حرام، غلطانين صراحه. والله الودي ودي كنت اجيلك، بس انتي عارفه بقى احمد وابا احمد بقي 8 شهور على رمضان، عايزه استعد له. يا لهوي. رمضان 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 رمضان، اللي هلاله زهر وبان. رمضان 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 رمضان، اللي هلاله زهر وبان. فكرني بحاجات وذكريات.